فعلا التطور اللي احنا فيه قاعدين نشوفه في الملعب. انا اللي بقول ابو نوره، يمكن بضم صوتي لابو تركي، يمكن احنا كررنا هذا الموضوع، بس للاسف الاصوات النشاز اللي موجوده اللي قاعده تعثر شويه سعد، شويه المنتخب، شويه الفلاني، شويه اللون الفلاني، شويه الفريق الفلاني، الى متى؟ يا اخي منتخب المملكه العربيه السعوديه اليوم بالعكس احنا فرحين لما كان المنتخب المصري يروح لنهائي افريقيا بمدرب وطني، كنا نفرح ونقول برافو على المنتخب المصري، مدربهم مدرب وطني، وتشوف التنظير. اليوم مدرب منتخبنا مدرب قاعد يقدم نفسه، وبعدين كابتن سعد شويه يختلف عن بعض الاخرين، صاحب تجربه، ترى ما جاب واسطه ولا جاء من فوق ودرب المنتخب، هو ما عنده اي سيفي مع الانديه، رجل تدرج في الفئات السنيه ولا زال في الفئات السنيه من القادسيه الى النصر الى غيره، ليش نكسر المجاديف؟ نقول له برافو عليك، ان شاء الله فريق العمل اللي معاه ان شاء الله يصير 100 واحد، في الاخير في اداره اتحاد محاسبه على انها تشوف عمله، احنا معاه ونقول له برافو عليك، على الاقل اليوم اللعيبه اللي قاعد يختارهم هيرفي رينات هم اللعيبه اللي مع سعد. صحيح. فبالتالي برافو عليهم، احنا معاهم قلبا وقالبا وقادرين باذن الله نرجع باللقب، لكن لو لا قدر الله صار اي شيء سلبي في المباراه، وهذا طابع كره القدم، عندنا مكتسبات كثيره لا ننسفها لانه مدرب المنتخب اللي خسر. صحيح. كان سعد الشهري.